قبيلة اتجاه اللاعب كوروما، تدخل سليم للاعب زكريا الهاشمي، المهمة الدفاعية عند اللاعب محسن متولي. محسن متولي يخترق، تشوفوا هذا التحرك يعني العمودي للاعب محسن متولي في غياب رقابة، وتسديدة والهدف والهدف الثاني لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. غياب يعني غياب مثير للاعب فريق شباب الريف هزيمة على مستوى يعني خط الوسط، الانطلاق يعني حوالي 30 او 40 متر بالكرة دون يعني ان يجد اللاعب محسن متولي من يوقف مساره، وبالتالي تسديدة جانبية تغالط الحارس الرميلي وتستقر في الشباك، معلن عن الهدف الثاني لفائدة فريق الرجاء البيضاوي ويحقق المطلوب في هذا الشوط الأول. نتابع الإعادة، هنا اللاعب متولي يأخذ الكرة وينطلق حوالي أكثر من 15 متر في نصف الميدان الدفاعي، ثم هنا يعني إلى حدود منطقة الجزاء يلعب مشى حوالي أكثر من 50 متر بالكرة وحيدا، والتسديد التسديد التمرير يعني ان سونتر تير للكره تستقر في شباك الحارس يونس الرميلي، يسجل الهدف الثاني، وهذه هي الفعاليه وهذا هو المطلوب.